الطبيعية. كان سابقا موضوع اللفة في الجود، ونتعلم الحصان اللفة الضيقة بالشكل الداخلي والخارجي، فلازم يعرف الجود العادي قبل الجود على الجنب وقبل الركوب انك تستطيع تلف رقبته اولا ثم جسمه، ما يجبرك اجبار على انه يلف رقبته قدام او يمين ويستغل عليك الداخلية. من ضمن الامور هذه برضه المهمة في الجود، من ذكرت سابقا في الركوب لابد لما تلف الحصان لفة ضيقة او الدرجة او الدوائر الى اخره، تعلم الحصان ان الرتم حق سرعة اللفة بيدك. لما تقول له يلف ويلف اسرع من المطلوب مواكبتك لا تبطئه، ولما تقول له لف يكون بطيء في اللفة مواكبتك لا تعجله او تسرع في اللفة. هذا ينطبق على الجود ايضا، لما تلف الحصان جود عادي مقود فقط او من جهة واحدة داخلية، فتعلم انك تلف لفة عادية وانك تلف لفة ورقبته لافة قبل جسمك. كل الحالتين ممكن يحاول يبالغ في السرعة، سواء يحاول يبالغ في السرعة يقرضك يعضك أو إلى آخره، أو يسبك في اللفة يلف رقبته قبل جسمك. لازم تعلم كمواكبة أنك تستطيع تبطئه بدون التخلي عن الأمر الأول، يعني بتلف وبتلف برقبتك قبل جسمك ولا أنت بسابقني. كذلك لو حاول يبطئ يفحج فرضا، تقول له بتلف وبتلف رقبتك قبل جسمك وأنت بفحج. فلا تخلي شيئين مهمين يتعارضون مع بعض، لابد مواكبتك تخلي السريع يبطئ والبطيء يسرع، لكن هذا لا يعني انك توقف الامر نفسه، تستمر في الامر، هو يختار السرعه فتواكبه فيبطئ، او هو يختار البطء فتواكبه فيسرع. فان كانت مواكبتك صحيحه، المواكبه مستمره لرده فعله، رده فعلك انت لرده فعله او لفعله، ولكن الامر نفسه ما تغيره الا اذا تعارض الامر مع رده الفعل، لانك قاعد تعطي حصان امر مثلا رجوع للخلف وصادف انه هو يبغى يرجع ورا، في الحاله هذه توقف امرك لان الحصان يتوقع ان الامر اللي انت تبغاه يسويه انه هو مسوي فيك، هذا موضوع اخر. لكن لما يكون فعلك او امرك اللي تبغى الحصان يسويه ما يتعارض مع اللي هو سواه ورده فعلك له، تستمر في الامر وتستمر في المواكبه، فتكون سويت النتيجه المطلوبه من الامر نفسه ومواكبتك مستمره كما هي.